الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وأولهم خلقا وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعيد المقدمة لإكمال الفائدة لربط بعضها ببعض. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن وعد أهل الأمر بالصدقات بعظيم الأجر إن كان أمرهم بها ابتغاء رضاه لا سمعة أولياء وفي كتابه العزيز قرنا بالكفر ترك بعضنا لحظنا على المساكين وساقرينا من كان ليشرك له قرينا وقرن الإنفاق بالإيمان في غير موضع من القرآن ووعد المنفق بالمغفرة والفضل أسنى وأتم عيدتي وعنهما الشيطان الإنسان يصد يمر بالبخل وبالفقر يعد صلى وسلم على من سأل أن يرحم الله تعالى رجلا قال ينادي أهله صلاتكم صيامكم مسكينكم يتيمكم ثم على أصحابه المنتخبين وآله مطهرين الطيبين ما غفر الهادي إلى الخيرات بمثل ما لهن بالنيات ما غفر الهادي إلى الخيرات بمثل ما لمن به النيات هذا ولما لم تكن يات يدي بلغة ما بلغت مقاصدي من تحفة القانع والمعتر وزاد أبناء السبيل الغبر اللهم صل على محمد أسأل ربي الكريم الصمد يؤتي الجميع رحمة ورشدا وشغلت شعابي جدوايا ولا شكوى من الله فقد تفضلا ووجب الحث على الصدقة حسب ما قال أبو المودة ثم على الأملس ما لقد دبر هان ولم يشفق لمحبور حبر ضمنت من مطايب القرآن ومن كلام صاحب البيان مأدبة مشرفة الشفاني أطيب من مأدبة الجدعان تقول إذ أنت إليها تنظر هذا الجمال أن يكد المظفر سميتها مأدبة الأنداب بمال الإنفاق من الآداب وذكر ما يحثنا حثيثا عليه من آياتنا وحديثا في بدع خلقها ترى عجائبا كثيرة فاتت بها المآدبا ويرغب الأماجد الكرام فيها وعنها يرغب اللئام ترى الكلاب والعبيد عن كثب منها وما لهم إليها من أرب تعافها نفوسهم ولم تتق إلى قتالها وقد عم الأفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حمدا لمن وعد أهل الأجر بالصدقات بعظم الأجر كما أسلفنا أمس. وهذه المقدمة تكفي لمن ألقى السمع وهو شهيد إن كان أمرهم بها ابتغاء رضاه لا سمعة نورياء كما قد قدمنا أمس. وفي كتابه العزيز قرنها بالكفر ترك بعضنا لحظنا، فقد قرن الله تعالى كما قدمنا أمس في كتابه العزيز بالكفر ترك بعضنا
لحض الآخرين على الفقراء، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وكررت هذا للاهتمام. قال العلامة محمد الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة حافظ المشرق والمغرب على الإطلاق، الذي يقرأ 20 رواية عن ظهر قلب ويحفظ 6 عن ظهر قلب إلى غيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال باب بن الشيخ سيدية الشيخ سيدية الصغير بالعشر يقرأ آيات الكتاب كما قد كان أنزلها رب السماح كما مشفوعة بأحاديث النبي. وإذا شهد باب بن الشيخ سيدية بذلك فشهادته مقبولة لا نحتاج زيادة على ذلك. قال يندب للمعلم لإعادة 3 مرات لما استفاده منه المعلم إلى أن يفهم مع التأني والتحري فعلما. واستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت عليه جنازة قال وأذني عليها بخير قال وجبت لها الجنة، ومرت عليه جنازة أخرى فأذني عليها شر والعياذ بالله تعالى فقال وجبت. قالوا ما لنا رأيناك قلت وجبت في الأولى قال وجبت لها الجنة، وفي الثانية قال وجبت لها النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال لأنكم أذنيتم على الأولى بالشر أو بالثانية، لا تكررنا، والأخرى أثنيتم عليها بالخير، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الأمر المهم ينبغي تكرره 3 مرات، لذلك أعدت مقدمة الترجمة قليلا لتذكرنا بالأمس ونرجع إلى الدرس أمس. فقد قرن الله تعالى ترك بعضنا لحض بعضنا لبعض على الاشتراك. قال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين ماء حار، ما يعني الغسلين لا عصارة دماء الكافرين في النار عندما تشوى جلودهم، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، تلك العصارات هي الغسلين. فليس اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ، ذلك هو شرابه. وكما قال تعالى يعني في هذا في صفات أصحاب النار يعني ولا في شراب أهل النار يعني يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نعم على المساكن وساقرين من كان الإشراك له قرن ساء، وما أسوأ القرين إن كان الإشراك له قرن، إذا كان قرينك الإشراك فما أسوأ ذلك، حيث قرن من لا يحض على الفقراء والمساكين بالكافرين بالمشركين. وقرن الإيمان ثانيا كما قدمنا أمس، قرن الإيمان بالإنفاق في غير موضع من القرآن، الإنفاق بالإيمان، قرن الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرحام في غير موضع من القرآن، معناها في مواضع كثيرة من القرآن لا تعد. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كريم، إلى غير ذلك من الآيات، وقدمناه أمس موضع من القرآن. نعم. وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث الصحيح انفق ولا تخشن للعرش إقلالا. وقال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وقال أيضا صانائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا هو الذي استدلت به خديجة رضي الله تعالى عنها لما أرسل النبي لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها وقال إني أخاف أن يكون مسني شيء وهكذا من ثقل الوحي، فقالت والله لا يخزيك الله تعالى إنك لا تغسل الرحمة
وتحمل الكل وتعين على نوائب الزمن, نوائب الزمن أو كما قالت كما في بدء الوحي من البخاري حديث صحيح رواه البخاري وغيره. وإلى ذلك أشار العلامة ابن الخديم بقوله قول خديجة لأفضل ما عد والله لن يخزيك الله الأبد, دل على أن لم يصب الضير بضير من طبعه على فعال الخير وصنع المعروف تقي مصارع السوء. فكل من طبعه الله تعالى على الكرم الله تعالى دائما يحفظه من 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 المصائب, أو إذا نزلت به يخففها عليه ويقيل عثرته ويكفر بها ذنوبه. وفي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أو مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الإمام النووي في ذلك وعد من الله تعالى بحسن الخاتمة, في هذا إشارة بحسن الخاتمة لأن كرب الآخرة لا تنفس إلا عن المؤمنين. نعم. وكما قلنا أمس أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام, وكما قال صلى الله عليه وسلم. ووعد المنفق بالمغفرة, ووعد النبي وعد الله تعالى المنفق بالمغفرة كما قدمنا أمس. وعد المنفق بالمغفرة قال تعالى وعنهما الشيطان الإنسان يصد يأمر بالبخل وبالفقر يعي. فانظروا إلى وعد الله تعالى ووعد الشيطان, وعد الشيطان مخلوف ووعد الله تعالى كما قال تعالى ولن يخلف الله وعده. أما الشيطان فقد أخبركم الله تعالى أن وعده مخلوف لا شك كما قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أما وعد الله تعالى فلن يخلف الله وعده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ولكن سيقف أمام رب العالمين ويقول وعدتكم فأخلفتكم. أما الله تعالى فسيعطيكم قطعا, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لكن ماذا؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الأمثال وهذا الكتاب لا يفهمه إلا الموفقون ولا يعمل به إلا الخواص من عباد الله. وعنهما الشيطان, الشيطان الإنسان يصد يصده عن الإنفاق ويأمره ويصده عن المغفرة والفضل أعوذ بالله, ويصده عن كل خير ويعده بالفقر ويأمره بالبخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, فالبخل فحشاء. ولذلك قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال في مطهرة القلوب حيث بدأ أمراض القلوب بالبخل, قال من عجيب البخل, من عجيب أمر البخل أن البخيل يكره البخيل, أن كل مخلوق يكره البخيل حتى البخيل يكره البخيل. البخيل لا تجد إنسانا يحبه, حتى بعض البخلاء يكره البخلاء, البخلاء يكرهون البخلاء لأنهم لا يرجو لا حتى بعضهم لبعضهم, وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم. من شوم البخل أن كل أحد يكره البخيل حتى أن البخيل يكره البخيل. ولذلك لما ورد بعض الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم؟ قال الجد بن الجد إلا أن به بخلا. قال وأي داء أسوأ من البخل, أدواء من البخل, أي مرض أدواء من البخل, أي مرض أسوأ من البخل, فلا شيء أسوأ من البخل. ولذلك ورد في الخبر إن الله في الخبر إن الله آخذ بيد السخي متى عثر عقاله. ورد في الخبر العابد البخيل السخي الفاسق خير من العابد البخيل. نعم. صلى الله وسلم ثاني الأرقام من أدلة الشريعة, الأول كتاب الله تعالى والثاني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه براعة الاستدلال كما أسلفنا. صلى وسلم على من سأل أن يرحم الله تعالى رجلا قال ينادي. صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من سأل, من هنا النبي صلى الله عليه وسلم, من سأل الله تعالى أن يرحم رجلا قال ينادي, قال ينادي أهله, ينادي أهلهم, أهله ينادي شخص رجل, اسمع رجل, معناها أن الزوج هنا والأب هنا
إذا لم يأمر أهله بالخير ليس برجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من للتبعيد بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. فأول معاني من التبعيد بمعنى أن قليل من الذكور من هو راشد، بمعنى أن واحد لا يمر أهله بالصلاة ولا يمرهم بالصدقة ولا ينهام عن المنكر، هذا ليس برجل وليس بزوج، وإنما هو ذكر يشتهي أنثى، كما قال محمد باب: همته همة أدنى حشرة لا همة العشرة المبشرة. واحد لم يأمر أهله بالصلاة ولم يأمر زوجته بالصلاة ولم يأمر أولاده وجماعته بالإنفاق في سبيل الله تعالى ولم يعلمهم، هذا ليس برجل، هذا يقال له ذكر يشتهي النساء. همته همة أدنى حشرة لا همة العشرة المبشرة. رحم الله تعالى رجلا قال ينادي أهله صلاتكم يتيمكم مسكينكم. شو اعلموا اسمعوا، القرآن قرن بالكفر ترك بعضنا لبعض، والقرآن قرن الإنفاق بالإيمان. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مفسر القرآن، قرن الأمر بالصلاة، سأل أن يرحم الله، قال رحم الله امرأً قال لأهلي صلاتكم يتيمكم مسكينكم، أنا اهتموا بمسكينكم ويتيمكم. ولذلك كما أسلمت لكم ماضيا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الليلة صائم النهار المجاهد سبيله. واحد ينفق الفقراء والمساكين وخصوصا النساء التي ليس لهن من يقوم بأمرهن كالقائم الليلة الصائم النهار المجاهد سبيله. من يمكن أن يقدر على أن يقوم كل ليلة لا ينام ويصوم كل يوم لا يفطر ويقرأ القرآن في الليل كل ليلة لا ويجاهد في سبيل الله تعالى 24 ساعة أسبوعيا؟ هذا شيء لا يحصل عليه، لا يراه راكب الإبل. نحن نقول في موريتانيا لا يراه إلا راكب الإبل، هذا لا يراه راكب الطيارات ولا راكب الفضائيات، هذا حلم، هذا خيال، هذا لا يراه إلا من وفقه الله تعالى. ولذلك أنا قد سمعت ماضيا من شيخ المرابط الحاج قصة عجيبة، كنت أراه دائما عندما يأتيه السائل الدعاء يقول له التوفيق والعافية، وكنت متحيرا زمنا طويلا من ثبوت هذا الرجل العارف بالله تعالى على هاتين الكلمتين التوفيق والعافية، يدعو غالبا بالتوفيق والعافية سبحان الله. فقبل 15 سنة تقريبا فإذا هو التوفيق عجيب جدا، فإذا هو السيد أحمد زروق والنابلس يوم من، قال التوفيق لندوره في الناس لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فلا يوفق الله تعالى إلا خواصة. وفي الدعاء: يا من وفقت أهل الخير، دعاء بعد الصالحين: يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. هذا الخير الكثير، الاهتمام بالفقراء والمساكين تعليما وتصدقا واهتماما بهم مرضى واهتماما بهم عاجزين، لا يوفق له إلا الخواص من الناس. ولذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالغالب على الأغنياء الغفلة، والغالب على الأغنياء كما قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن الفقراء والمساكين الغالب عليهم الانكسار، والغالب عليهم الاحتياج، وأنا عند المنكسرات قلوبهم. فدعوات المنكسرات قلوبهم هذه لا تخطأ غالبا. ولذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مخاطبا لنبيه. وهذه الآية وردت في فقراء الصفة، قوم كانوا خلف المقام الشريف، خلف الحجرة الشريفة الآن التي مدهون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم الصفة كأبي هريرة، وأولئك الناس الذين لا يملكون شيئا غير أكبادهم. اصبر نفسك مع هؤلاء،
اصبر نفسك مع المساكين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. وهذه أول جمعة من رمضان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير مفتونين. ليس الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى المذلة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجلا فقيرا ماشيا نبحت وكشرت أنيابها. مسكين الفقير لا يعبأ به إلا من خصه الله تعالى بالتوفيق. ثم على نعم في الحديث رحم الله امرأة صلى الله وسلم على من سأل أن يرحم الله تعالى رجلا، قال ينادي أهله أصلاتكم أهله صلاتكم. رحم الله امرأة قال يا أهله صلاتكم صيامكم مسكينكم يتيمكم صلاتكم صلاتكم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا. قيل لي إن المرابط الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا به، وهذا الرجل ما رأيته يمسك قوت يومه، جلست معه 17 سنة وما رأيت رجلا يدخر شيئا لغد، كما قال الإمام الشافعي. إذا أصبحت عندي قوت يوم فخل اللوم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. وكما قال الإمام الشافعي يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي إلا من إحدى المصيبات. هذا الرجل لا يدخر شيئا لغد مطلقا، لا يدخر. وهذا هدي النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطمئن حتى يتأكد أن البيت ما بقي فيه شيء من الدينار ولا الدرهم. وكأنه قول الشاعر كما تراه إذا ما جئته متهملا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ما أبرد رأيت المساكين يأتونه فيفتح الكتاب. أخبرت لم أرى هذا، ولكن رأيت العجب العجاب، المساكين يأتي الواحد منه فيفتح الكتاب الذي فيه المال، فإذا أراد الزيادة فيقول له ما بقي في الكتاب شيء، ليتأكد أنه ما بقي في يده شيء. اسمعوا الأخلاق، هذه أخلاق النبوة، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. حتى لا ينكسر خاطر المسكين ويعتقد أن هذا الرجل العارف بالله تعالى بقي بيده شيء لأهله. وهذا تعويد منه سيرة عمر بن عبد العزيز وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأول، تعويد منه لأهله على الصبر وتقديم الفقراء. ولذلك قيل لي إنه بعض المرات دفع ما جاءه من الهدايا وبقيت زوجته ما بقي بيدها شيء، فقالت له ما تركت لنا شيء؟ قال ما اعتقدت أنك تحتاجين ذلك. وهذا شبيه بما وقع لعائشة رضي سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد كانت صائمة والخادمة بجنبها، فأهديت لها دراهم ودنانير كثيرة فأنفقتها وما أبقت شيئا للإفطار، فقالت لها الخادمة هل أبقيت شيئا لتفطري فيها؟ قالت ما ذكرتني بذلك. هؤلاء الناس هم الذين يقتدى بهم. أما الفقير الصعب الذي ينظر إلى خليل وينظر إلى القواعد وينظر لأن تترك أولادك أغنياء خير من تتركهم فقراء يتعففون الناس، فقل له ذلك الحديث له محل، ذلك لغير الموقنين. أما الموقنون الذين كأبي بكر وكالمرابط الحاج فتجردوا من أموالهم كم من مرة. أبو بكر تجرد من ماله 4 مرات، فقال فأراد عمر بن الخطاب أن يسابقه فجاء بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس حاشا عمر أن يكون خير منه المرابط الحاج وخير منه عمر بن عبد العزيز، لكن هذا سباق مع أبي بكر وأبو بكر أبو بكر. فقال لعمر
يا عمر ماذا تركت لي؟ قال تركت له من الصمالي. فالتفت إلى أبي بكر وقال له ماذا تركت لك؟ جاء بجميع ماله قال تركت لهم الله ورسوله. فقرر عمر لا يسابق أبا بكر مطلقا بعد ذلك. وهيهات فإن عمر ما ادخر شيئا من ماله فقد توفي رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت مرة ليظهر فضل أبي بكر، وإلا فعمر قد توفي وما بيده شيء، إنما عليه ديون. وقد دخل الشام بمرقعة 16 رقعة، ودخل المخاضة بقدمه الشريفتين وتلطخت من الطين. فقال له أبو عبيدة، وأبو عبيدة تعلمون أنه من العشر المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين، ومن المهاجرين، ومن قال له يا أمير المؤمنين أنهم أهل الشام، يريد أن يفتح فلسطين، يريد أن يهتم بنفسه وبيلبس ثوبا يناسب الملوك، لأن الروم ملوك الدنيا. فقال لو كان غيرك قال ذلك لجعلته نكالا، نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فمهما تغينا العزة بغير الإسلام فأذلنا الله. ودخل الشام وهو يلبس ثوبا مرقعا 16 رقعة، وقال السيري إن القساسث قالوا إن هذه صفة الرجل ليس يفتح الشام، فخافوا، لأنه لما رأوا عليه جلالة الإيمان وأنه لا يتزيى بزي الدنيا وأنه لا يلبس إلا الهيبة الإلهية وأنه مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدد، وإنما تقاتلون بهذا الدين، ونحن لا نقاتل بهذا الثوب الجديد ولا بهذا الثوب الجميل، وإنما نقاتل بدين أعزنا الله تعالى به. فقال مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وتعلمون من هو أبو عبيدة بن الجراح؟ أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، فما كان حاشاه من ذلك، فعلى ذلك رغبة في الدنيا، ولكن كان اهتمامه، ولكن عمر فوق الكل. أبو عبيدة بن الجراح كان يجعل خالد بن الوليد في مؤخرة الجيش، في مؤخر الجيش، لعله إذا صدر من الجيش فرار من الكفار يجدون أبو عبيدة فيرون وجهه أمامهم فيردهم ذلك، لأن وجهه يرد الفارين من 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 الكفار من شدة ما عليه من الخشية والخوف من رب العالمين. يعني كانوا يعني فقط علامة اثبتوا، وجه أبي عبيدة بن الجراح علامة اثبتوا على الجهاد. هؤلاء القوم الذين لو وجدناهم لنصرنا على العالم كله، أما قوم كهؤلاء السير سياسيون يريدون الدنيا ويدخرون وحساباتهم في العالم كله، وكل سويسرا فيها حساب، والإمارات فيهم حساب، ودبي فيهم حساب، وأمريكا فيها حساب، وأوروبا فيها حساب، وموريتانيا فيها حساب، والسعودية فيها حساب، وسيلقى الحساب من رب الحساب رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء لن ينصر الله بهم دينهم. هؤلاء القوم الذين كم من بلد في حساب وأموالهم لا يعلمها إلا الله وحرسهم، هؤلاء سياسيون، هؤلاء أصحاب الوجوه يتولي هذا ويدعون الناس إلى الخير، ولكنهم قلوبهم كما قال تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنا أخبرني واحد من المهاجرين إلى المدينة المنورة المجاورين والخطباء هناك كثير، أن خطيبا وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحض الناس على الإنفاق، فلما خرج من المسجد أو نزل المهم انتهت الصلاة، جاءه مسكين وقال له يا فلان سمعناك تحض على الفقراء والمساكين، قال إنما هي خطبة. اسمعوا، هذا خطيب يأمر الناس بالبر كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وأنت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتب السير أن بعض رؤساء زعماء العرب قال مما أدخلني في دين هذا النبي الكريم أنني ما رأيته أمر بأمر إلا وكان أول مؤتمر فاعل، وما رأيته نهى عن أمر إلا وكان أول منتهي، معناها يعني ما كان يأمر بأمر إلا وكان أول فاعل إذا أمر بالصدقة وهو أول متصدق، لذلك لا يترك مالا بيده، وإذا أمر بمعروف كان بالصلاة فكان أول مصلي، وإذا أمر بالجهاد فكان أول مجاهد، وإذا أمر بصلة الرحم فكان أول واصل رحم، وإذا أمر بأي شيء كان، وإذا نهى
عن شيء كان هو أول منتهي، كان هو أول منتهي، هذا هو الذي يقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. هؤلاء الآن غذاء كغذاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله هو من قلة؟ قال: لا، ولكن غذاء كغذاء السيل، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فهو الإنسان إذا كان يحض ولكن لا يفعل، هذا لا يحض حقيقة، لا يحض. هذا يقول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا قد ينصر الله به الدين، قد للتقليل، ولكنه إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر لا خير فيه. نعم، صلى وسلم على من سأل أن يرحم الله تعالى رجلا، قال: ينادي أهله صلاتكم، صلاتكم، صيامكم، مسكينكم، يتيمكم، يتيمكم، صيامكم، ينادي أهله: قوموا وصلوا وأمر أهلك بالصلاة والصبر، صوموا. أنا قد قلت في مجالسي: وعفى الله عني وأنا ليس لي مجالس وليس لي شيء، إنما هو دعوة أرجو الله تعالى أن يغفر ذنبي. المهم، كنت في بعض الدروس غير ما مرة وسألت الرجال وقلت لهم: ما هو أول خطاب لزوجاتكم عندما تأتون إلى بيوتكم ولأولادكم؟ فهم يعلمون أن السؤال خطير وأن الجواب أخطر منه. يقولون إذا كان الجواب قويا يقولون الكلمة أنثى والجواب ذكر، لكنهم ما أجابوا لأنهم خافوا، لأنهم لو أجابوا بالحق هذا كان دمارا عليهم، ولو أجابوا بالكذب فذلك دمار على دمار، فخجلوا. قلت لهم: أعلم أنكم عندما تأتون إلى بيوتكم أول سؤال، إن كنتم أمريكان تتصفون بالأعراف الأمريكية، يقول واحد منكم لزوجته: أعطينا نقوم، لنقوم إلى المطبخ ونتعاون على الطبخ والتنظيف، 50-50 50-50 بالإنجليزي، بئس الرجل هذا. وإن كنتم عربا مهاجرين أو أفغان أو باكستان أو فسيقول لها: ما هي الطبخة التي فعلت خصوصا في رمضان وخصوصا في الأعياد؟ ما هي الحلويات التي صنعت؟ فإذا كانت صنعت ما هو المطلوب يقول لها: شكرا زوجتي حبيبتي المباركة. وإن كانت لم تفعل فستكون ملحمة، ستكون ملحمة. وإذا كان هناك بعض الضيوف وبعض الزائرين خصوصا من عائلتي سيعيبونها ويكون نقصا وربما أدى إلى الطلاق. اسمعوا، أنا قلت لهم: الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هل أنتم أمة الإسلام أو أمة الطعام؟ قولوا لي. فقلت هذا كما قالت بنت أبي مسيلمة الكذاب، قالت له: أنت وحي نبي الطحن والعجن وهو نبي الوحي، أنتم أمة الطعام، بيوتكم حتى في رمضان مملوءة والقدور تغلي، وأنتم يعني والقلوب هناك تغلي لشدة الجوع والعطش في بلاد المسلمين، قدوركم تغلي وقلوب المسلمين وصدورهم تغلي من المشاعة، قدوركم معناها قدوركم معناها القدور التي تطبخون فيها الطعام، وقدور الراسيات نعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وهناك قلوب وصدور وأجسام ورؤوس وأيدي وأرجل تغلي من شدة الجوع، وجلود عرات وأقدام تمشي على الأرض حرا وبردا لا تجد ما تلبس. والحديث الصحيح كما في البخاري: وترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، الاستفهام توبيخي وإنكاري، لا ترزقون ولا تنصرون إلا بضعفائكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والمقدمة ما زال بعضها، وإلى اللقاء بالعربية يوم الخميس الآتي إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى، وغدا إن شاء الله مترجمة بالإنجليزية الثانية بعد الظهر، وكذلك يوم الأحد، فالدروس اثنان يوم الخميس ويوم الجمعة من هذا الكتاب المبارك لابن عمنا الجعفري الزينبي
الهاشمي محمد مولود العلامة الذي يقول فيه بعض العلماء إن لم يكن محمد مولود ولي صدق فالولي مفقود. وإن شاء الله نرجو الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم ربنا سبحانه جل جلاله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونرجو الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومن الذين قال الله فيهم تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الأمان. واتضحت لي الحكمة الواضحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الله تعالى وخيره تعالى أن يكون بين أن يكون ملكا نبيا ملكا ونبيا عبدا فاختار العبودية حتى يرحم الفقراء والمساكين. قال أجوع يوما وأشبع يوما وهذا شيء عجيب كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلامة محمد حبيب الله بن مابة عندما زار مولد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد النبي بي وضعنا جبالا شكرا للعلي لأن الله أبرز فيه نورا به عم البرية بالرقي فذو الإيمان فاز بي ومل ففي الدنيا تنعم بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله يتبعها سلام عليه بالغداة وبالعشي وأنا بفضل الله وكرمه سجدت شكرا لله تعالى في ذلك المكان الذي ينسب إليه ميلاده صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وتلك الدار وارزق لنا جوار خير البشر طول حياتنا وعند المحشر وارزق لنا جوار خير البشر طول حياتنا وعند المحشر وارزق لنا جوار خير البشر طول حياتنا وعند المحشر وارزق لنا جوار خير البشر طول حياتنا وعند المحشر يا من حباه بما حباه ثم اجتباه هب لي مرام يا من حباه بما حباه ثم اجتباه هب لي مرام يا من حباه بما حباه ثم اجتباه هب لي مرامي حقق منانا فيك امتنانا واغفر خنانا بذا الإمام قنا البلايا وافتح لنا يا جم العطايا سبل السلام وارزق لنا يا باري البرايا عند المنايا حسن الختام وارزق لنا يا باري البرايا عند المنايا حسن الختام وارزق لنا يا باري البرايا عند المنايا حسن الختام وارزق لنا يا باري البرايا عند المنايا حسن الختام يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء وعل قدرنا الدني بقدرها عندك واسقنا رحيق سرها وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا على الأعداء والنصر عاجلا على الأعداء والنصر عاجلا على الأعداء والنصر عاجلا على الأعداء أنت المجيب فأجب دعائي وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية بأرض طه طيبة المرضية صلى عليه خالق البرية والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر
والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر وأن يمن ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي وبالختام إنني شاد النبي بصاحبيه لحصول المطلب صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه المباركين صلى وسلم على الهادي الأمين على الهادي الأمين وآله وصحبه والتابعين صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه والمنفقين الحمد لله.